قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. المش مهندس هاني محمد سلامة هو الفنان اللي حنسلط عليه الضوء النهاردة مع أهم أعماله وكمان تصريحاته اللي زعلت كتير من زميلاته في الفن. في الأول بس نتعرف على الفنان هاني سلامة. هو من مواليد 4 يوليو سنة 1977 بمحافظة القاهرة. والده كان مستشار إعلامي في دولة الكويت، وهو الابن الوسطاني، يعني عنده أخ أكبر منه وأخت أصغر منه. درس في دولة الكويت طبعا بحكم شغل والده، وبعد ما حصل على الثانوية العامة في الكويت رجع مصر ودخل المعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر وبقى مهندس، بس مع إيقاف التنفيذ لأنه ما اشتغلش بشهادته. ليه بقى ما اشتغلش بشهادته؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. المش مهندس هاني قرف يوم عن حاجة شركة الفنان يوسف شاهين لوجوه جديدة، ولأنه كان مهتم بالفن شوية وكان مرشح لبطولة فيلم عرق البلح، بس الظروف ما ساعدتهوش وجاء مكانه الفنان محمد نجاتي، لقاها فرصة كويسة إنه يقدم لعل وعسى تتظبط معاه المرة دي. وبالفعل راح الشركة وقابل يوسف شاهين اللي أول ما شافه سأله ليك في الفن، فرد هاني إنه بيحب الغناء والتمثيل. فيوسف شاهين طلب منه يغني حاجة وبدأ هاني سلامة يغني أغنية أنا لك على طول لعبد الحليم حافظ، وبعد ما خلص الأغنية يوسف شاهين قال حاجة واحدة بس، أنا عايز الواد ده بعبله كده. وبعد الكلمة دي بقى وجه جديد في فيلم المصير مع نجوم كتير على رأسهم نور الشريف وصفية العمري ومحمد منير وليلى علوي. وبعدها قدم بطولة فيلم الآخر مع حنان ترك ونبيل عبيد، واشترك في فيلم العاصفة مع يسرى، وظهر قضيف شرف في فيلم سكوت هنصور. قدم هاني مجموعة من الأفلام الشبابية زي فيلم إزاي تخلي البنات تحبك وأصحاب ولا بيزنس وحالة حب مع تامر حسني، وكمان كان بطل فيلم السفاح اللي بتحكي قصة حقيقية عن سفاح المهندسين. وطبعا قدم أفلام رومانسية زي فيلم واحد صحيح وانت عمري، وليه أفلام أثارت الجدل زي فيلم الريس عمر حرب وخيانة مشروعة. وفي التلفزيون قدم مجموعة من المسلسلات زي مسلسل نصيبي واسمتك اللي كان بيقدم فيها شخصيات مختلفة كل 3 حلقات، ومسلسل الداعية وطاقة نور وفوق السحاب. وفي الإذاعة كان ليه مسلسل اسمه هارب على سفر، وكان بيقدم شخصية محامي بيحاول يحل المشاكل اللي بيتعرض ليها. بجانب شغله في الفن بقى سفير لمنظمة اليونيسيف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة مرض شلل الأطفال. حياة هاني سلامة الخاصة بسببها اتوجهت ليه انتقادات كتيرة جدا. الأول، الفنان هاني سلامة متجوز من بريهان محمد شريف وهي من برا الوسط الفني، وكانوا أصدقاء من أيام الدراسة، وبعدين ارتبطوا فترة وسابوا بعض بس رجعوا لبعض في الآخر واتجوزوا وعندهم بنتين هما مريم ومليكة. الفنان هاني مش بيحب يظهر مراته كتير في المناسبات الاجتماعية، وقبل جوازه بفترة صرح هاني سلامة انه لو اتجوز مش هيتجوز من الوسط الفني لانه مش هيرضى ان مراته تمثل مشاهد رومانسية او مشاهد تخدش الحياة. وطبعا التصريح ده ما عجبش فنانات كتير. يقابل بعدها موجة غضب كبيرة طبعا من زميلاته في الفن، وفي النهاية تراجع هاني سلامة عن التصريح ده وقال انا كنت اقصد ان عايز زوجة متفرغة ليا انا وبس. وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا بكرة عشان تعرفوا خبايا أكتر عن نجوم حبتهم وتابعتهم.